الأمان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأسألك الأمان يوم يعز الظالم على يدي يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إنا وعد الله حق وأسألك الأمان يوم لا ينفع ظالمين معذرتهم ولهم لعنة ولهم سوء الدار وأسألك الأمان يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وأسألك الأمان يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وأسألك الأمان يوم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تعوي ومن في العرض جميعا ثم يمضي كلا إنها لزة نزاعة للشوى مولاي يا مولاي أنت المولى وأنا العبد وهل يرحم العبد إلا المولى مولاي يا مولاي أنت المالك وأنا المملوك وهل يرحم المملوك إلا المالك مولاي يا مولاي أنت العزيز وأنا الذليل وهل يرحم الذليل إلا العزيز مولاي يا مولاي أنت الخالق وأنا المخلوق وهل يرحم وهل يرحم الفاني إلا
يا ذا الجود والإحسان والتوفيق.